الآن إلى موضوع وصفه الكثير من الشباب العراقي في فيسبوك بالكارثة، الانقطاع التيار الكهربائي في مستشفى البصرة التعليمي، حيث يعاني المستشفى من انقطاع لأكثر من مرة في التيار الكهربائي، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتعديها 50 درجة مئوية. هاي المستشفى التعليمي انقطاع الكهرباء عدة مرات خلال ساعة واحدة، من الساعة بالستة الصبح لحد الآن أكثر من 5 مرات انطفت الكهرباء. وينكم انتم مستشفى بالعادة تنطفي بيها الكهرباء؟ بس على الظروف ما تنطفي بيها الكهرباء.